وينضم إلينا عبر سكايب من مدينة ملبورن الأسترالية رئيس المكتب السياسي لحركة رواد النهضة لتحرير الأحواز ميثاق عبد الله سيد. ميثاق، أهلا بك وشكرا لقبول الدعوة. يعني يبدو أن قضية العنف والتغييب القسري ملف مشترك بين الأحواز ومدن عراقية عنوانها الميليشيات المقربة من طهران، أليس كذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم الكريم. طبعا هذا الملف ملف يرتبط بإيران تحديدا وليس بالعراق، إنما هنالك ما يقارب 25 ألف عراقي مقيبين منذ عام 2014 حتى الآن، الذي ما بين تأثر وما بين تنظيم داعش الذي كان يموله إيران حسب الوثائق التي تدل على ذلك، والميليشيات العراقية التابعة لإيران. هذه الميليشيات، حرس ثوري عراقي على حرس ثوري عراقي على قرار الحرس النسخة الإيرانية، تأتمر بأمر إيران وتريد الفتك بالشعب العراقي. سابقا هم فتكوا بأهل السنة والجماعة في المناطق الغربية في العراق وفي الموصل، هنالك 15 ألف مقيب في الموصل تحديدا، وما يقارب 4000 مقيب في محافظة صلاح الدين، ونحن عملنا بحث شامل. هنالك في الأحواز كذلك على نفس قرار النسخة، على نفس هذه النسخة التي تقيم في العراق الآن، قد سبقتها في الأحواز خلال السنوات الماضية منذ عام 1925 بداية الاحتلال الإيراني للأحواز حتى الآن، وثم تلتها هذه النسخة على قرار النسخة العراقية. ثم النسخة الجديدة الآن التي أتوا بها هي خطف المتظاهرين الذي يطالبون بخلع الحكومة والرافضين للعملية السياسية في العراق والتبعية لإيران. هم بدأوا بخطف هؤلاء من ساحة التحرير ومن مناطق الشيعية كذلك. طيب، أنتم كأحوازيين أطلقتم بيان تضامن مع المواطنين العراقيين، ما الذي يتضمنه هذا البيان؟ وإلى أي مدى ربما هذا البيان سيكون مؤثر على الحكومة للدفع من أجل كشف مصير هؤلاء المغيبين؟ طبعا الحكومه العراقيه، طبعا هذه حكومه تابعه لايران، نحن لا ابدا لا نتفاوض في هذا الامر، ونحن لدينا في الكثير من الارتباطات مع التنظيمات العراقيه ومع المجموعات العراقيه المناهضه لايران. طبعا مصير معركتنا نحن تعتمد على اشقائنا في العراق واشقائنا العرب كافه، لا نستطيع محاربه الايرانيون دون تحرير العراق ومسانده اشقائنا في العراق. نحن الان محاصرين من كل الجهات، محاصرين من جهه العراق بسبب الحكومه العميله لايران، محاصرين من جهه تركيا، وليس لدينا اي منفذ حدودي لنحصل على دعم، فبالتاكيد يجب علينا دعم اشقائنا في العراق، حيث ان معركتنا وهدفنا هو هدف واحد، ونحن اليوم في غندق واحد في مجابهه ايران. هذا البيان نحن اصدرنا نسخه من عند الاخوه في المكتب الاعلامي لحركه رواد النهضه لتحرير الاحواز، ارسلوا نسخه من عنده باللغه الانجليزيه الى منظمه العفو الدولي المتواجده في ملبن والغريبه، وقد الاخوه في حقوق الانسان سيعملون على هذا الملف في، ولكن هل هذه الوقفات وقفات التضامنيه ان كانت من الداخل او من الخارج، هل هي مؤثره؟ هل هي ناجحه؟ يعني منظمات حقوق الإنسان كانت دائما ما تطالب منذ الأول من تشرين، منذ بدء الاحتجاجات في العراق، طالبت الحكومة بكشف مصير المغيبين، طالبت بأيضا محاسبة القتلة. موقف العراق تغير، موقف العراق اليوم تغير. طيب، سابقا الحكومة العراقية كانت تحظى بدعم الشيعة العراق على الأقل، أو ربما حتى في بغداد. الآن الموقف تغير تماما، الآن الشعب العراقي برمة لا يريد الحكومة العميلة إلا إيران. اليوم الكاظمي أتى ونصب نفسه زورا وبهتانا على الشعب العراقي، الشعب العراقي حتى الآن يتراوح في شوارع العراق ويهتف أننا لا نريد هذه الحكومة ولا نريد التبعية لإيران. حتى قد سمعت سابقا تقرير على فيروس كورونا، حتى الفيروس الكورونا إيران أصدرت الأحواز والعراق، وما كان سابقا هنالك فيروس في العراق، لم يأتي السياح في منطقة فيها حرب وقتل ودمار وتفجيرات من العراق. طيب، فكانوا يأتون من إيران ونقلوا الفيروس إلى العراق. شكرا جزيلا عبر سكايب من مدينة ملبورن الأسترالية رئيس المكتب السياسي لحركة رواد النهضة لتحرير الأحواز ميثاق عبد الله، شكرا لك.